يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبح العقيقة خارج المملكة وذلك للاختلاف في السعر، حيث إن سعرها في الخارج أقل؟ ما تصير عقيقة هذه يا أخي، أي ما تصير عقيقة، العقيقة التي يذبحها في بيته ويأكل منها ويأكل منها أولاده ويوزع على أصدقائه وعلى جيرانه، هذه العقيقة. من يتروح للخارج ولا يشوفها ولا يدري عنها، هذه ما هي عقيقة، هذه صدقة. نعم.